هل العطور ومستحضرات التجميل التي تحتوي على نسبة من الكحول تعتبر طاهرة أم أنها نجسة؟ وهل تجوز الصلاة في الملابس التي فيها عطور من هذا النوع؟ افتوني مأجورين، جزاكم الله خيرا. لديه تفصيل. إذا كانت هذه العطور التي فيها كحول يسكر كثيرها لو شرب فإن قليلها حرام مهما كان ولو كان قليلا، فلا يجوز التطيب بها لأنها من المسكر، وكل مسكر خمر وكل خمر حرام، وما أسكر قليله أما أسكر كثيره فقليله حرام. أما إذا كانت ليست من المسكرات فإنها لا بأس بالتطيب بها. نعم.